مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم تدريب تطبيق ومحاكاة. أين ومتى ينتهي الهبوط العنيف في سهم إنفيديا؟ مبدئيا الرسم البياني اللي قصادنا رسم بياني يومي، ولن أغير فيه شيء، لا هدخل زوم إن ولا هبعد زوم أوت، لأن الناس المفروض متابعة مستويات مهمة جدا كنا شرحناها في السابق بخصوص سهم انفيديا، أولهم مستوى مقاومة شهري طويل الأجل عند 140، وقلنا طبعا قبل كده كتير إن المقاومات والدعوم الشهرية تكون عبارة عن حزم ونطاقات، فممكن نقول إنها كانت منطقة مقاومة تبدأ من 135 وتمتد حتى 150، وشفنا كم مرة فشل بعد الكسر إنه يحافظ على الثبات فوق المستوى المكسور وارتد منها لأسفل. أما في الدعوم فلدينا دعما أسبوعيا طويل الأجل في منتهى الأهمية حول 97، هو ده بقى الرقم اللي يهمني، لأن إحنا على مقربة من هذا الدعم. المستوى ده مهم يتراقب ليه؟ لأنه كان في السابق مقاومة وفشل في تجاوزها لأعلى، ولكن عندما تمكن من الكسر لفوق تغيرت الوظيفة إلى دعم مرتين متتاليتين، وفي كل مرة كان يرتد الأعلى وبمنتهى القوة من مناطق 97 إلى 130 أو أكثر قليلاً. وبالتالي وصول سهم انفيديا لمناطق تستحق المراقبة حول هذا الدعم الأسبوعي الطويل الأجل ما بين 90 دولار وحتى 100 دولار، 10 دولار ممكن جدا يحدث فيهم الكثير. ايه هو؟ ممكن نلاقي وتيرة الهبوط تتباطأ، يعني يفضل ينزل ولكن بمعدلات أقل، نبدأ نلاقيه بيتحرك بهذا الشكل معانا لحد التسعين، لأن التسعين دي في وقت من الأوقات حصل عندها شوكة ارتدادية ساعدت في الانطلاق، فوارد تتكرر نفس الذبذبة العنيفة حول تلك المستويات. 10 دولار بالتمام والكمال سمك الدعم المرجو أن يساعد على توقف هذا الهبوط العنيف. طيب ممكن نلاقي ايه تاني؟ ممكن نلاقي تكوين قاع يسمح بالارتداد لأعلى، وممكن لا قدر الله نلاقي كسر عنيف بفجوة سعرية لأسفل تفتح الطريق لمزيد من الهبوط نحو مناطق أدنى وأبعد. نخلي بالنا كويس جدا ان احنا اخر حديثنا عن سهم انفيديا كان في اخر 3 فيديوهات انه سلبي، فاحنا مش متفاجئين، خلي بالك احنا لسنا على صدمة او لسنا في صدمة، لان احنا عارفين من البداية ان الاتجاه العرضي المحتمل العملاق الاتجاه العرضي المحتمل العملاق فيما بين الدعم المذكور حول التسعين والمقاومة المذكورة حول 140، كنا عارفين ان احنا في الموجة الهابطة منه، سواء بالارتداد من المقاومة الشهرية او من كسر الدعم القصير الاجل عند 127 او بالفجوة السعرية الهابطة اللي حصلت عند الارتداد. فاحنا عندما كنا نتحدث عن انفيديا كنا نتحدث عن رؤية سلبية، ولكن مهم جدا ان احنا نعرف ان ما زال في امكانية للحفاظ على التحرك العرضي المتوسط الاجل الى طويل الاجل الحاصل المذكور. ولذلك ورغم الضعف ورغم الاخبار الاقتصادية السيئة وقرارات ترامب المتضاربة وتخبط ادارة البيت الابيض كلها فيما يخص الملف الاقتصادي، الا انه وصول سهم انفيديا لمناطق ال100 دولار وما حولها يستحق المراقبة. اكيد الارتداد لن يأتي في يوم وليلة، واكيد الذبذبة هتبقى عنيفة ما بين خائف بشدة وما بين طمعان بشدة، لان الناس كلها مش زي بعض، ولذلك نرجو الصبر على الاقل حتى تتضح إغلاقات جلسات الأسبوع القادم. الأسبوع الحالي لا يتبقى منه إلا الجمعة اللي هو النهاردة، ولكن احنا عايزين نشوف إغلاق الأسبوع القادم كيف سيكون. يا ترى يا هل ترى، هل سيكون في ارتداد عنيف؟
او في امتصاص للضغط البيعي، لان الارتداد العنيف حاجة وامتصاص الضغط البيعي حاجة تانية خالص. عايزين نشوف شكل اغلاق الجمعة التي ستكون بمثابة اغلاق الاسبوع القادم. هي دي اللي هتحدد اذا كانت مناطق ال 97 وال 95 وال 100 مناطق ستمثل دعما مرة اخرى، ام انها زي قلتها ولن يكون فيها المشتري المطلوب الذي سيساعد سهم انفيديا على الارتداد. طيب نتكلم في من يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة. اين هو صمام الامان في تلك المراكز الافتراضية المفتوحة سواء القصيرة او المتوسطة؟ كل صمامات الامان عند 95، ده رقم مهم جدا. كسر ذلك المستوى لاسفل مع اغلاق يوم واحد معناه انه اتكسر، خصوصا مع حجم التداول المرتفع، ولكن يحتاج تأكيد. هيحتاج تأكيد قد ايه؟ على الاقل يومين متتاليين. التأكيدات دي بالنسبة لمين؟ للرؤية قصيرة الاجل، لكن هيحتاج تأكيد اسبوع كامل بالنسبة لمتوسط الاجل، وهيحتاج اسبوعين كاملين متتاليين بالنسبة لطويل الاجل. اذا صمام الامان واحد، لكن معايير التأكيد الزمنية تختلف بين كل اطار والاخر. أظن كده رؤية سهم انفيديا اتضحت. الأمور محتاجة صبر وتروي وعدم استعجال. السؤال الصعب بقى، ماذا لو ارتد السهم دون أن يختبر تلك المناطق وانطلق لأعلى وذهب للمئة وخمسة والمئة وستة والمئة وسبعة والمئة وعشرة كمان؟ ماذا يجب أن نفعل؟ أي مراكز افتراضية مفتوحة في تداول ورقي في سهم انفيديا يجب أن تعلم أن ذلك الارتداد في حد ذاته سيمثل حركة تصحيحية ضمن الهبوط اللي احنا رسمناه مع بعض أصلا قبل كده. فتخلي بالك أنه ربما يكون فرصة وقتها لجني أرباح افتراضية أو تقليص خسائر ورقية، وليس بالضرورة يكون فرصة لاستغلال الكاش الافتراضي في صفقات افتراضية جديدة. نفرق بين الارتداد التصحيحي والموجة الدافعة لأعلى. علشان أقول موجة دافعة لأعلى آمنة نوعا ما بنسب طبعا، يجب أن يتم اختبار مناطق 97 تزيد وتنقص، ويتم ملاحظة أحجام تداول تجميعية حولها قبل أن يطمئن القلب للانطلاق لأعلى. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.